قال لي ارجع، قال لي ارجع ومن جدك هالكلمة اسمع، استوعب مني هالمعلومة، الظاهر أفكارك مسمومة. هودي يا ابن الحكومة أمر مسموع ومطاع، إذا بتعاديهم رح تهلك مو لحالك أنت وأهلك. وبتعرف إذا بدك تسلك دوما عبر لهم عن جهلك، وجنب الحيط مشي على مهلك، ولسانك بالحلق بلاع لا تخلي حالك تتبهدل، وراسك بالحبل يتدندل، رح نضرب عنك بالمندل ويجاوبنا المندل ضاع. جاوبت وقلت له يا جدي شيل المزح وخليك جدي، ليش بتزرع خوفك فيني وبتخلي ضعفك يطفيني؟ صوت الثورة رح يشفيني من مرض الكبش المرياع، ما رح امشي بطرش وخشخش وللمكاتب رشوي رشرش، متظاهر رح امشي وفرفش، كنا طرش وصرنا سباع. قال لي يا ماخوذ اتعلم، قال لي يا ماخوذ اتعلم من جدك هالحكمة بتسلم، لو عندك حيلي وبتفهم كنت بتبقى من الاتباع. بكرة الجيش بيطفي الثورة وعلى العالم بتدور الدورة، والمتظاهر اما بجورة يا بالحق هيثم مناع. تكبير. اما المؤيد يا ابني كل المغانم رح يجني، وبيته سيارة رح يقني، واسمه ينشهر وينزاع. قلت له وقف لا تكمل، وعلى بكرة حلمك لا تحمل، من كل عقلك انت مخمل، شعبك قابل للاركاع؟ قال لي قابل او مقابل رح يرهب ضرب الأنابل، وان دخل الحابل بالنابل ما بيكسب غير البياع. قلت له البياع بيخسر إذا باع المبدأ أو قصر، قلت له البياع بيخسر إذا باع المبدأ أو قصر، وبكرة ياما رح يتحصر لما بتنقلب الأوضاع. صاحب جيش في مدافع، لكن نحن لعنا الدافع، لنحقق غايتنا ندافع عن ثورتنا بالمقلاع. قال لي اسمع مني حرفين، مقلاعك حقه فرنجين، لما يخشوا بدبابتين بيرقص قلبك والرئتين بصدرك والطب الاضلاع. قلت له ماني خايف على حالي وقلبي عارف، ما بيقطع راسي الناشف غير الحط وقلو ركاع، لكن خايف على الاطفال على العرض اللي بيهد جبال، لانهم شلة اندال عندهم خسي واوطى طباع، عم يتخبوا بدبابي والمتظاهر ارهابي، اجا ليراقبنا الدابي قالوا له بهالحرم يشباع. قال لي خلاص وحاجة تلت، وعلى برودي حاجة تفت، ومفتح لي قناة التت تفرج واستمتع واسمع. جزاك الله خير.